بخيت العشرة العشرة بالضبط على نجمة فام. صباح الخير صباح الفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل جمعة مباركة نقولوها للناس اللي تسمع فينا، إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة للجميع. 3 جويلية 2020 سخونة 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 سخونة، إن شاء الله ربي يبرد علينا الطقس هذا. يردوا بالكم على ريحكم، ما تخرجوش التوقيت هذا على خاطر ذروة السخانة وذروة الشمس في الوقيت هذا تقريبا حتى للأربعة الخمسة نتاع العشية يقعد السخانة قايلة من الصباح نحسوها. إن شاء الله ربي يبرد علينا. ردوا بالكم على روحكم أنتم اللي تسمعوا فينا في كرهبكم في الكياس في اللواج، وبالحق لهنا تحية كبيرة برشا لعمال الحظائر، الناس اللي تخدم في الشمس، الناس اللي تخدم في المرمى. إن شاء الله ربي معاكم هكا، ما تبخلوش عليهم. البيب زمي فيها بيس اللي يبدأ متعدي يبدأ عنده البيب زمي احتياط فوق، ويعطيها للي عطشين واللي سخانه كليتلو قلبه كيما نقولوا. نهاركم زين الناس الكل. مريم كيما العاده في الاخراج، زوم 73 حتى شي نص نهاري. الدزوري معكم من قدام الميكرو. صباح الخير ريم، شو نهارك زين؟ نهارك زين، في فورما؟ لاباس الحمد لله. دوختكش السخانه؟ لاباس لازلنا نتاقلموا، مازالوا شهرين كاملين احنا في السخانه هذه. لا لا برشا، دونك نحاولوا نتاقلموا ان شاء الله. لاباس وكا ان شاء الله. انتوكا كيما عودناكم في زوم 73 فكره على مواضيعنا لليوم. سياتي من زمان شنو اللي فيهم توت سويت سومير. لو سومير في زوم 73 لليوم الجمعه 3 جويليا 2020، تسجيل زوز اصابات بفيروس كورونا في القلعه الكبيره وخزامه. تفاصيل مع المدير الجهوي للصحابي سوسه سمير قيق. في جمال يهزوا أمهم للسبيطار بسبب جلطة تخرج بكسور في الأنف دون معرفة الأسباب، والعائلة تتهم أعوان الاستعجالي بالتقصير والإهمال. ميكرو زوم 73 لليوم في بوجعفر، ممنوعة السباحة شاطئ غير محروس، شنية الحكاية؟ تطبيقة جديدة للنائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة المنستير جلال الزياتي لحسن التواصل والاستماع لمشاغل المواطنين. مراسلنا بالجهة محمد علي دكدوق يحكي لنا تفاصيل التطبيقة. هذا لو سومير بالنسبه لليوم، هذا اللي يستنى فيكم. اهلا وسهلا بالناس اللي تسمع فينا الكل كيما العاده في بدايه صفحتنا وفي بدايه زوم 73. لقيت هذا جينا ريم في الايديتو، ايديتو زوم 73. خلينا نسمع من بعضنا ونرجع معكم جديد. ايديتو زوم 73. على سلامتكم. البارح رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اعتذر من أهالي تطاوين على التعاطي الأمني وقال أنه باش يتم محاسبة المذنبين. الفخفاخ اعتذر باسم الدولة التونسية على كل ما صار، ولكن الأهم هو أنه اللي صار في اعتصام الكامور ما يتعاودش في مناطق أخرى واعتصامات أخرى. ورغم أنه ثقافة الاعتذار مهمة في حكومة تحترم نفسها، ولكن الأهم المحاسبة، مش سمحنا وبزخوك وتحراح ونرجع من بعد لنفس حالة الاحتقان ولنفس التعاطي المخجل أحيانا، واللي خلي كل صاحب حق يخمم ألف مرة قبل المطالبة بحقه. مهم جدا الاعتذار ريما، ما زاد ما يكفيش. أما الأهم هو المحاسبة يلدز. حكومة الفخفاخ باش تقعد 4 سنين حسب ما قال هو البارح في تصريحه لنوات، وقال انه المده هذيا يحكي عليها هو من الاول ضروريه لتواصل عمل الدوله باش ينجم يلقاو استثمارات، باش يكون فما استمراريه حتى في المعاهدات والاتفاقيات اللي قاعده تصير بين الدوله وبين الشركاء نتاعها والاطراف الاجتماعيه. هذا مهم، ولكن زاده انه نقعدوا 4 سنين نقدموا في الاعتذارات على كل ما قد يصير، على خاطر احتجاجات الكامور والاعتصام الكامور ماهوش هو الوحيد ولا الاستثناء في تونس. فما برشا احتجاج، فما دكاترة اليوم معتصمين وحتى حد لمشى لهم، فما حالة احتقان البارح في فرحات حشيد بين أعوان الصحة والمواطنين، وفما تعاطي أمني في وسط الحادثة هذيا، وفما تبادل للعنف صار. دونك ما نتصورش فما وزرة زادة متعلقة بهم شبهات، ونتصور الفخفاخ باش يقعد يعتذر في كل مرة يتم تحقيق في شبهة من الشبهات المتعلقة بأعضاء حكومته وإلا به هو شخصيا بسبب تضارب المصالح. وكان البارح فسر شوية من الحديث اللي قاله رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب، واللي قال انه ماهوش قاضي دونك ما عندوش الحق باش يحكي اكثر في تفاصيل الموضوع هذا. المهم دونك الحكومه هذه باش يكون فيها برشا اخطاء، والاخطاء هذيا باش تطلب اعتذار. اذا كان اليوم اعتذر رئيس الحكومه من اهالي الكامور، دونك اي احتجاج باش يصير فيه تعاطي امني ربما صعيب شويه ولا قاسي شويه مع المواطنين، اهالي المناطق هذيك باش تطلب احتجاج باش تطلب اعتذار من رئيس الحكومه. دونك شنو نقعدوا 4 سنين نسمعوا في الاعتذارات هذيا؟ نعرفش معناتها اسكو المواطنين خلينا نقدم ولا لا. غير هذا التوانسه اليوم اسكو ينجموا يقبلوا الاعتذار؟ انك تجي اليوم تضربني
وتتعامل معي بطريقة غير إنسانية وأنك تهيني وبعديك تجي تطلب مني سماح وتقول لي نعتذر واللي أذنب يأخذ حقه واللي أذنب هو جزء من الدولة تعطي هذاك ما كانش موش الأعوين وحدهم مشاو تعطاو بطريقة هذيك فما ناس اللي خليتهم يتعطاو هكيكا دونك تقصير أنا حسب رأيي إذا كان مش نحاسبو حاسبوش العبيد اللي خرجت في التيران واللي ضربت خطر هذيك بتعليمات دونك التعليمات هذيا منين جات صدرت من دولة خاطر إذا كان نحكيو على ولي ومدير إقليم ومدير أمن وغيره يضم كلهم يمثلوا الدولة بس الدولة ويمثلوا وزارة الداخلية وجهاز وزارة الداخلية دونك المحاسبة تكون على أعلى مستوى للعبيد اللي عطات تعليمات للتعاطي مع المحتاجين بالطريقة هذيك اللي شفناها واللي خليت تبعاتها تتفكر أنت حتى في زيارة رئيس قيس سعيد لفرنسا تتفكر شنو اللي صار تبعاتها كحالة الاحتقان اللي صارت في الكامور واللي مازالت متواصلة حتى لليوم على خاطر حتى لليوم أهالي الجهة ما همش راضين بالاتفاقيات وإلا بمخرجات المجالس الوزارية اللي صارت بشأن الملف هذا. واضح. 10:07 تتيحة صغيرة مع الموسيقى فيسع فيسع ونرجع معكم من جديد الزوم 73 وبقيت مواضيعنا. زوم 73.